نعزيكم في الأموات، نعزيو جميع المناطق اللي فقدوا العائلات ديالهم وفقدوا الناس، الله يرحمهم سبيلهم، الله يجيب شفاء الناس اللي وقع عليهم موقع. الحمد لله الحمد لله والحمد لله. هذه الأفة هي أفة كبيرة، بغاها الله، هذا قضاء من قضاء الله، ولكن من القضاء ديال الله إن شاء الله إن هذه المناطق كلها تعود تبنى. وعرفتوا العطف ديال صاحب جلالة الله ينصره، المحبة ديالو لهذه المناطق كلها ولهذه الساكنة وهذه الناس اللي تقاسطوا، كتعرفوا بأنه من الساعات الأولى من بعد الزلزال وسيدنا في اجتماع تلو الاجتماع في اجتماعات ديال الأزمات وفي حلول للساكنة، لأنه هادشي ماشي سهل، هادشي من استعادات المناطق انتم كتعرفوا، ولكن الحمد لله أنه بلادنا عندها ملك عظيم وعنده عاش الملك وعنده طموح كبير للمواطنين وبلاده. فلهذا أولا انتم كتشوفوا أنا اليوم كنضو هنا في الدوار، وقلت الحمد لله لكوميسيون هي كتشتغل باش الناس اللي مشاو البيوت ديالها تهدموا كلهم، أو اللي مشاو يعني في واحد الطرف منهم ويمكن يعاودوا يتبناو ويعاودوا يتصلحوا، كدير الإحصاءات ديالها باش كتشتغل. إذا سيدنا عطاكم الإمكانيات أنه الناس اللي مشاو لهم الديور ديالهم إن شاء الله باش تعطيهم إعانات باش يعاودوا يتبناو يعني في ظروف حسنة، ونتمنى الله في أقرب الوقت. كذلك أنه من هذه الأفة سيدنا بغى باش هذه المناطق كلها تعطيها واحد الإشعاع كبير جديد وواحد التنمية، لأنه هذه المناطق كلها نائية وصعيبة وخص ولكن وجميلة وفيها ناس طيبين بزاف طيبين بزاف، ولكن القضاء ديال الله القضاء ديال الله وديال كذلك الطموح ديال سيدنا ان هذا الشيء كله يعاود يتبنى، المدارس تعاود تبنى والمستشفيات تبنى والطرق تعاود تحل، وماشي غير هذا الشيء اللي طاح، هذا الشيء اللي طاح وبرامج جديده ديال التنميه ديال المنطقه كلها اللي انتم سيدنا علن عليها في اخر اجتماع ديالو واللي غادي توصلكم. اذا هذه 5 سنين ديال الخدمه اللي غادي تجي اللي هي ان شاء الله غادي تكون كبيره على هذه المنطقه بفضل الاوامر ديال سيدنا. الدوله يعني دوله وحكومه ووزراء راهم كلهم يعني وراء صاحب الجلاله باش يهبطوا هذه البرامج للميدان وياخذوا المسؤوليه ديالهم. واول حاجه هو هذا الشيء بعدا اللي طاح المدارس وداك الشيء، خاصنا من دابا عام عام ونص هادشي يرجع لبلاصتو، يعني راه كلشي غادي يشتغل وغادي تعطى الامكانيات باش ان شاء الله نوصلوا له. وكذلك من دابا واحد المده نتمنى على الله انه كل واحد، حنا كنا مواطنين كنا كنتعاونوا كنا كنضامنوا ضامنوا في البناء ضامنوا في هذا، الامكانيات غادي تكون بنيو دغيا ديالكم. حنا كنعرفوا بانه جاي الفصل ديال الشتاء، جاي الفصل ديال الثلج، جاي الفصل ديال البرد، ولكن على الأقدار ديال الله. مي أنا في أي وقت من الأوقات سيدنا في جنبكم، دولة في جنبكم.